يلعبها أمامية تعود لعبد الله مال الله من جديد عبد العزيز يسقط لكن فاتي إلى سعد سعد في الجول الله سعد والهاتريك سعد والهاتريك يسجل هدف المباراة الرابع والثالث وبه يسجل هدفه الثالث في هذه المباراة سانت لا ينتظر كثيرا سانت يسجل بسرعة في مرمى حسين الشريف هدف المباراة الرابع لمصلحة نادي العين الله تمريرة ممتازة ومن ثم سانت في المرمى يرسلها هكذا لتهز الشباك هدف رابع لمصلحة نادي العين هدف ثالث وهاترك لمصلحة سانت في شوط المباراة